أنا تعذروني عن فعلاً أحياناً لحظات صدق ما أقدر أعبر عنها إلا بابتسامة وبوسة، يعني ما أقدر، مو شاعر مع الأسف، بس هاي شوية نقصتني. بس بقيت شاعر ما صرت. لا يعني أنا أشكركم جداً وأشكر الولادة الجديدة للإم بي سي اللي أتمنى فعلاً أن تكون رافد حقيقي يا رب للفن والثقافة في العراق. إن شاء الله نعول كثيراً، وأشكرك جداً وأشكر كل الكادر اللي هم المحيطين بي والجمهور الكريم الطيب هذا اللي تحملني وأشكر الكاست المخرجين والمصورين ومهندسي الصوت والديكور وكل من حضر على تأسيس هذه اللوحة الطيبة اللطيفة. لأنك أسعدت الملايين وأفنيت زهرة عمرك في سبيل الفن، منك ولك ولأجلك، إكراما لعطائك وتقديرا لإبداعك وعرفانا لدورك ومسيرتك الطويلة في إثراء الفن العراقي، نمنحك جائزتنا كهرمانة برمزيتها الفريدة، كونها أيقونة عراقية وقفت بجمالها في وجه القبح. ولأنك رمز فني عراقي صعب التكرار، نقف لك إجلالاً وعرفاناً ونمنحك محبتنا ونبوح لك بإعجابنا وتقديرنا، شاكرين ومقدرين دورك الذي تستحق عليه لقب النهر الثالث. شاشة ام بي سي عراق، شكرا لكم، وكنتم مع برنامج النهر الثالث والنجم العراقي المبدع الكبير نهرنا المعطاء جلال كامل، شكرا لكم.